هل ظهرت حتى اللحظة أي نتائج متعلقة بالتحقيقات حول حادثة السطو المسلح على فرع البنك الأهلي؟ حتى اللحظة لا توجد أي معلومات رسمية أستطيع أن أقولها لكم بهذا الخصوص، لكن هذا لا ينفي أن الأجهزة الأمنية الرسمية يعني تعمل بجد، وأشعرونا بأنهم يتابعون هذه القضية بكل جدية واهتمام. دكتور محمد، يعني بعد اتخاذ هذا القرار يعني من قبل مسؤولي البنوك العامة والخاصة في مدينة عدن، فإلى ما سيؤدي هذا القرار من ناحية أنه هل تعتقد سيؤدي إلى استجابة من الجهات الأمنية لمطالب البنوك؟ نحن نتوقع أن تكون هناك استجابة من الجهات الرسمية الحكومية والعسكرية، وخاصة أن هذه القضية لم تكن هي الأولى، بل كانت بعد ثلاث حوادث شبيهة، بدأت بسرقة البنك اليمن الدولي، ثم يعني محل الصرافة العمقي للصرافة، ثم كانت الثالثة يعني محاولة للسطو وقتل وإصابة في البنك الأهلي اليمني. وبالتالي نحن نتوقع بأن الأجهزة الأمنية لديها تراكم من المعلومات يسمح لها أن تعمل بجد وأن تظهر نتائج معينة. طيب دكتور محمد، بعد هذا القرار واتخاذ هذا القرار، يعني هل سيتم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية من أجل تأمين البنوك وحمايتها من تكرر هذه الأعمال؟ نحن أيضا ناقشنا هذا الموضوع، وسوف يتم اتخاذ إجراءات أمنية يعني مختلفة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتعاون مع الأجهزة العسكرية بشكل عام الموجودة في عدن. لكن هذا الموضوع يعني نجد فيه صعوبة، وخاصة وإن الطرف المهاجم كما رأيتم في الفيديو المسرب أو المعلن من قبلنا هم يعني مدججين بالسلاح بالار بي جي ومدججين بخواتم الصوت وبالاسلحه والتدريب العالي النوعيه. هذه المشكله، والعدد ايضا الغير قليل 12 شخص يهجمون على الفرع. هذه العمليه يعني تجعلنا بحاجه الى عمل عام، عمل مركزي يعني يقوم باكتشاف هذه العصابة التي تكررت عملها ثلاث مرات تقريبا خلال فترة عام تقريبا. وبالتالي يعني الإجراءات الأمنية لن تكون راجعة ما لم يكن هناك يعني عقاب، ما لم يكن هناك عمل متكامل، ما لم يكن هناك توحيد للأجهزة الأمنية، ما لم يكن هناك تعزيز. نعم دكتور، يعني أنت تؤكد نعم عفوا عن المقاطعة، ولكنك أكدت عدم التوصل إلى نتائج من خلال التحقيقات وسيرها، فإلى أين يتجه التصعيد الذي قد ممكن أن يحدث من قبل بعض البنوك إذا لم يتم توفير الحماية التي يطالبون بها؟ نحن لن يعني نقوم بأي عمل يضر بالجوانب الاقتصادية والمالية لعدن، لكن نحن مضطرون إلى ذلك بعد أن رأينا أن هناك تعدد في الأجهزة الأمنية. هذا التعدد يؤدي إلى التواكل ويؤدي إلى ضعف الأجهزة الأمنية نفسها، ونحن نطالب بأن يتم توحيد هذه الأجهزة الأمنية تحت غرفة عمليات واحدة، بالإضافة إلى ضرورة أن يتم منح الأجهزة الأمنية نفقات تشغيل كاملة، وكذلك أن يتم تعزيزها بالكوادر الفنية عالية المستوى خاصة في مجال الكمبيوتر والمجالات التقنية عالية المستوى.